غداء الملاكي الظروف المناخيه الصعبه. شنو اخر؟ مقاومه الامراض. هذو هما المميزات اللي سنقلبوا عليهم. ما يمكنش انت صندوق تتعرف غير تتقاس بالمرض وغادي تحتمل المريض. لا راه يمكن يجي من حلال صحراويه 100%، ماشي 100% من حلال صحراويه ولكن تكون غير مقاومه للامراض. حنا تنعرفوا بان النحل الصحراوي راه مقاوم للامراض، ولكن ما يمكنش نلقى في الصناد كامل مقاوم للامراض. خصني نعزل يعني الجبوحه نوليها، الا انا خصني حد يكون تيقيد. اذا انا قلنا الواحد ملي تيقصد دائما قبل ما تسد البيوت نشوف شكون هما الصناد اللي تيجمعوا تيديروا الغذاء الملكي كثير. يعني النهار اللي غادي يبغي يدير انتاج ملكي كتبغي انتاج غذاء ملكي غادي يستعمل هذا الصناد. ولكن الطريقه دابا ديال باش تعرف يعني الانتاج الملكي يعني في الفتره ديال القصيم، يعني في الفتره ديال القصيم، يعني في القصيم يعني جات القصيم يعني في الفتره ديال التربيه ديال يعني باش كيربي تشوف الكادر يعني اللي فيه يكونوا البيوت الملكيه مازالين محلولين. يعني لا شوف لا يعني غندير وي يعني باش يكون يعني النحل الصندوق فيه النحل الحاضن صغير. يعني كتشوف يعني النحل الحاضن الصغير راه كيعطي الغذاء الملكي. لا ولكن النحل الحاضن الصغير تيختلف ما بين شنو سميتو ما بين صندوق وصندوق. مثلا نجيبو 100 نحله حاضنه من هذا الصندوق ونخليو هذه تنتج الغذاء الملكي، يمكن هذه 100 نحله تنتج اكثر من 100 نحله من الصندوق. هنا تيدخل العامل الجيني. وهنا بالنسبه للتربيه الغذاء الملكي انتاج الغذاء الملكي تنهضرو على النحل الحاضن. وي النحل الحاضن يعني انتاج الغذاء الملكي يعني ولكن النحل الحاضر مين تيجي بالجينات؟ من الملكة. من الملكة يعني باش كاين يعني البرامج ديال تربية الملكات أولا ديال الإنتاج الملكي يعني السويب ديال ديما كديرو بالكادر ديال الحضارة. ديال الحضارة. اللي قريبة تخرج ديما. أنت تجيب النحل الحاضر من صندوق اللي معروف بإنتاج الغذاء الملكي. غير هذاك الصندوق اللي معروف بإنتاج الغذاء الملكي هو اللي قلت لك حنا خصنا نلاحظوها من نكونوا تنقسموا يعني بطريقة عامة. يعني دابا المشكل دابا ديال النحل. هو كاين دابا الحال اللي كيكون عنده صندوق كتقال انه واقف ديال العسل يعني كي تيدير العسل. كاين اللي كتقول ما تيديرش العسل تيدير غدو يعني تيدير غير الكوبا تيدير تربية الحضنة. تربية الحضنة يعني هنا فين كاين يعني بحال واحد اللي باغي يدير القصيم تيعول على القصيم غادي يكثر من هذا الصندوق. من هذا الصندوق يعني اللي قبل العسل راه خاصو يدير يعني. اذا هنا على حسب الهدف كما قلنا على حسب الهدف ديال السلالة. السلالة اللي كاينة عندنا هنا دابا حاليا ما يعني ماشي سلالة اللي هي ديال الانتاج. على قلنا يعني ولكن ضروري في 100 صندوق غادي يكون عندك واحد الجوج مزيانين هذوك هما اللي غادي تكثر. بالمقارنه بين النحل اللي كان راه ما بقاش عندنا النحل ديال الانتاج. ما بقاش كاين البراصاج كان ولا عرفتي شحال ديال الجينات ولا ما بقاش يعني السلالات الاولانيه يعني هنا مادا بينا يكون واحد ستوندر بروشيرش يعني ديال يعني تحسين السلالات ديال انا غادي تبقى تمشي بالانتقاء غتبقى تمشي بالانتقاء بالانتقاء بالانتقاء. يعني هذا المشكل دابا هذا المشكل دابا ديال السلاله هذه يعني ما كتفوتش دابا في طاج جوج طاج يعني فوق الخدمه وبالعلبه من لوريزمو دابا المشكل دابا هو لوريزمو يعني العف الا ما بقيتيش العف راه ما كيدارش. يعني الاغلبيه دابا الظروف ماشي غير ماشي غير الظروف الظروف المناخيه وافيه دابا كتلقى بانه كاين الخير ديال المرعى كاينه الجو مثلا قلتي واحد النقطه زوينه ترى ولاو ماركات ديال النباتات اللي ما بقاوش يعطيو العسل ماشي بحال شحال دابا حاليا دابا تنهضروا على النباته الطبيعيه اللي هي ديال الشتاء ديال الشتاء تكون هو ديال الربيع يعني الربيع ما بقاش كيعطي هذاك الانتاج اللي يعني السبب ديالو هو النحل. واش مشكل ديال الامراض اللي تلقى دابا الانتاج راه داوي ديال الدواء ديالو ديال كلشي ولكن الانتاج ما بقاش كينتج. علاش ناخذ مثال بحال دابا عندنا في المثال عندنا البقر ديال شحال هذه البقر البلدي ما بقاش كيعطي الانتاج ولكن البقر ديال الحاميان كيعطي الانتاج يعني تحسين السلاله تحسين السلاله. الغذاء الملكي الغذاء الملكي تكون صندوق صغير تنسدوه تنخليوه غير فاتح التهويه باش بحيث ما يخرجش النحل اللي يدخل غير يتهوى صافي. تنحطو جوج كوادر ديال المؤونه يعني البولان والعسل صافي. وتنمشيو لشي صندوق اللي معروف انتاج الغذاء الملكي ياك
وتناخذوا منه النحل الحاضر. هذا النحل الحاضر فين تلقاوه؟ هو الكوفان اللي بسرعه محلول. الكوفان اللي محلول اللي محلول اللي فيه الدود. اذا هذاك النحل اللي فوق هو الحاضر تشد واحد جوج ولا ثلاثه ديال الكوادر وتجيو من فضلك وسد عليهم. نخلي غير النحل بحديتو مع جوج كوادر ديال هاد الكوادر ما خصش تكون فيهم دوده وحده ولا بيضه باش لا هذا غتفشل العمليه غادي تكونسونطرا عليها وغادي اذا ما صدع لي ست سوايع غنمشي ندير البيكين ديالي. البيكين راه كما تعرفوا ديال التربية في الملكات بيكين عشرات اللي تبتش الغذاء الملكي باش انا ليا راقات غادي نتخلص منهم. وتنحط في الكؤوس ديال تربية الملكات هاد الكؤوس اللي تيكون هنا هاد الكوادر ديال تربية الملكات جاف ولا فيها مغذاء جاف؟ انا غادي هنا جاف ماشي مشكل ماشي بحال تربية الملكات انا ندير في الجاف مباشرة تربية الملكات لا لقاش انا ما عنديش الغرض بالملكة فهمتيني هي غادي نحطها وغادي نجمع عليها الغذاء الملكي. هنا الكؤوس تيكون في الكوادر بهاد الطريقة هادي هاهما غندير فيهم بيكين. إنتاج الملكات لا خص ضروري نديرهم في لاجولي رويال وغندير الدوبل بيكين يعني تنبيكي البيكين الأول نهار قبل عشوائيا تيدير عليه الغذاء الملكي تنحيد ديك اليرقات وندير اليرقات اللي بغيو البيكين ولا إلا عندي الغذاء الملكي تنخلطو شويه من هذا الفيك تندير واحد المكاتات في الكؤوس. علاش باش ليا رقم اللي تنحطها اولا ما تديسيشاش وصلا ما كانش رطوبه كبيره ما بقاش يمكن لي نحطها نشف ما كانت هذه ناشفه بزاف غنشف. ثاني حاجه ليا رقم تبغي تشد واحد الفورم انا ملي تنحطها ما تنحطهاش دائما في الفورم اللي بغاتها هي ملي تيكون عندها واحد المحلول هي يمكن لها تتقلب يمكن لها تتحرك وتتقلب وتشد الفورم اللي بغات. بالنسبه لطريقه الملكات قلنا بالنسبه للانتاج الغذاء الملكي ماشي ضروري اننا نديرو غنديرو في الجاف مباشرة تندخلو هنا يعني بعد ست سوايع عندنا حال تعرف بأن معندوش الماردة تنحط ليها الكادر ديال تربية الملكات لي درت فيه البيكين هو خليتو بلا شغال معندو تا شي حاجة إذا تيأتاكي ليا ديك الرواية المالية تعمرهم من بعد 24 حتى 140 ساعة نحيد ليها رقات ونستخلص الغذاء الملكي. منفتش 140 ساعة لقاش لا فت 140 ساعة تيوليو هاد اليرقات تيطرحو البراز ديالهم تيخسرو تيبداو يطلقو البراز ديالهم تيبداو يتغداو منه تيبداو يتغداو منه ويطلقو الزبل ديالهم ما تيبقاش غير ملك مزيان. وفيما بعد راه الحرارة ديال 4 درجات في قارورة اللي تكون الأمكان تكون قاتمة ما تكونش الأوكسيداسيون ما تكسدش. إذن هذا بالنسبة لاستخلاص منتجات طيبة. واش كاين شي أسئلة ولا شي حاجة غنهضر عليها؟